بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد جيلبرت هونجبو رئيس منظمة العمل الدولية، السيد علي بن سعيد المري رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الأستاذ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، السادة وأصحاب المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كل الترحيب، وأنتم تشرفوننا بحضوركم المميز والنوعي في بغداد، بغداد الأمن والسلام والأخوة، بمؤتمر العمل العربي في دورته 50، بغداد التي كانت قبل 59 عاماً شاهداً وموطناً لكتابة شهادة ولادة منظمة العمل العربية. ففي 12 من عام 1965 اجتمع وزراء العمل في بغداد وعقدوا مؤتمرهم الأول الذي وافقوا فيه على الميثاق العربي للعمل وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية لتكون مظلة تجتمع تحتها الأفكار الخاصة بشؤون العمل والعمال. ويسعدني أن أستبق الجميع لتقديم التهاني المخلصة إلى عمال العالم في عيدهم المجيد في الأول من آيار، متمنين لهم ولمنظماتهم النقابية والعمالية المزيد من التقدم والازدهار. فالعالم اليوم يشهد أزمات انعكس تأثيرها على الاقتصاد العالمي برمته وعلى الوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لشعوب المنظمة العربية بشكل أثر سلباً في العمل والإنتاج. ومن هذا المنطلق فإن مؤتمر العمل العربي المنعقد في بغداد يتحمل مسؤوليات إضافية غير التي اعتادت المؤتمرات السابقة مناقشتها ومعالجة مشكلات قطاعات العمل والإنتاج التقليدية فيها. وأنا شخصياً لازمت نشاطات منظمة العمل العربية على مدى 4 سنوات متواصلة، شاركت خلالها في مؤتمراتها وأغلب ندواتها، وتدارست شؤونها في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، وقدمت حكومة بلادي دعماً كبيراً لإنجاح نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حين كنت وزيراً لها. ويسعدني هنا أن أعبر عن ثنائي على خطة عمل المؤتمر ابتداءً من تقرير المدير العام للمنظمة الذي تميز بالموضوعية والدقة. وهنا أؤكد الدور الكبير الذي مارسه الأخ المطيري وأنا شهدته عن قرب أثناء وجودي في المنظمة. السيدات والسادة الأعزاء، لقد استخلصت من تجربتي السابقة حين كنت وزيراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإشرافي بشكل مباشر على عملية تحديث سياسة التشغيل الوطنية 2010-2020 ضرورة العمل لتحسين أداء مؤسسات وعناصر سوق العمل وبناء علاقة نوعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل واستقطاب المرأة إلى العمل بوصفها طاقة إنتاجية لا يمكن تعطيلها والحد من عمل الأطفال واعتماد أساليب إنتاجية جديدة ومعالجة آثار أنماط العمل المستخدم ورفع مستوى العاملين والمؤسسات على الإبداع والابتكار والتعاون مع التكنولوجيا الحديثة. وقد أطلقت حكومتنا الحالية في هذا الصدد العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال. تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتقليل ومنع أوجه عدم المساواة في عالم العمل للأعوام 2024-2028، وهي استراتيجية رائدة تم وضعها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وكذلك مبادرات التشغيل والتطوير الخاصة بالفئات المتعددة، وفي مقدمتها مبادرة ريادة
التي انطلقنا بها إيمانا منا بأهمية تأهيل الشباب ولإدخالهم سوق العمل، لا سيما أن هذه الفئة تمثل 60% من مجتمعنا، كما أنها تعد العصب الأساس لحركة العمل. هذا بجانب أننا أسسنا صندوق العراقي للتنمية برأس مال ضخم من أجل خلق بيئة استثمارية توفر الآلاف من فرص العمل. الحضور الكريم، إذا كانت المخاوف من سيطرة الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل وتنحية العنصر البشري، فإننا على يقين بأن تقرير المدير العام سيحظى بالاهتمام وإغناء المضامين التي نحن بأمس الحاجة لترجمتها إلى برامج ونشاطات عامة وقطاعية، وأن نجاح مؤتمر بغداد يتوقف على جدية مشاركة منظمات أطراف الإنتاج الثلاثة وعلى الحوار الاجتماعي، وأن حكومتنا هيئت كل الأسباب التي تكفل تميز هذا المؤتمر ليخرج بتوصيات وقرارات وأفكار إيجابية ودعم للمنظمة. وتعمل حكومتنا على رسم تصورات مستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق، أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها، كما أننا نتطلع إلى بناء عصري لمؤسسات العمل بما يحقق نقلة نوعية في الأداء والتشريع والرقابة والتفتيش بالعمل والصحة والسلامة المهنية ومعالجة ظاهرة أنماط العمل الجديدة بروحية إنسانية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن حكومتنا التي جاءت بعد تحديات عالمية فرضتها ظروف سياسية واقتصادية وصحية تمثلت بجائحة كورونا، تتحرك من منطلق تحويل التحديات إلى فرص، وتؤمن أن التكامل بين البلدان العربية يمكن أن يوفر سوق عمل يستوعب جميع القادرين على العمل. من هنا انطلقنا بمشروع طريق التنمية الذي يمثل أول مشروع من نوعه، سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال الصناعات التي سيتم توطينها في المناطق التي يمر بها، وهي كلها مشاريع ملحقة بهذا المشروع الحيوي الكبير. إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث ما زال العدوان الإسرائيلي المجرم مستمراً ضد أبناء غزة الصابرة الصامدة، منتهكاً بذلك القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة، وقد أحكم الصهاينة سيطرتهم فمنعوا أسباب الحياة اليومية من غذاء ودواء وسكن آمن لإخواننا الفلسطينيين، ما يحتم على المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بدوره لإيقاف هذه الحرب الظالمة انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى في بغداد، وأتمنى لمؤتمركم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.